انتي اكتر مخلوقة بتعاني من الخيانة والغدر، الكل بيستمتعوا بشبابك وجمالك ويفضلوا يشموا فيكي لغاية لما تتبلي وتموتي ويدوسوكي برجليهم يا مسكين. مع الأسف أنا كنت واحد من الخونة الغدارين اللي داسوكي بعد ما اتمتعوا بكمالك، ما كنتش حاسس بآلامك، ما عرفتش أسود عذابك إلا دلوقتي. أرجوكي تسامحيني، أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أكفر عن غلطتي في حق كل وردة دوست عليها. ربنا يتأملك مني، صدقيني زي ما دوستك برجليا بعد ما استمتعت بشبابك، دستني هي برجليها بعد ما اديتها كل حياتي. مدام ايه؟ احنا لو سيبنا اوضه 11 بالشكل ده اكيد هيجرى له حاجه. ليه؟ تصوري قافل على نفسه باب اوضته ونازل رغي مع ورده في كوبايه. احنا لازم نفكر في طريقه نبعده بيها عن الاوتيل. اللي زي ده وجوده خطر. لا احنا عارفين حالته هتتطور لفين. حرام يا طنط، المفروض اننا نحاول نساعده ونخرجه من ازمته. لا 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 لا، خديها نصيحه منه، لا تعاملي المجنون ولا تخلي المجنون يعدلك. بس ده مش مجنون يا طنط، ده بيعاني من أزمة عاطفية. بقولك حبيبته خانته واحنا مالنا؟ شغلتنا ديت ياما هيقابلك مصاديم ومآذيم وحيار. واحنا بقى لو فكرنا نساعد كل واحد فيهم يبقى نقلبها مستشفى مش اوتيل. ايوه بس المفروض المتر دوتيل الناجح لازم يكون قلبه جامد. بيروح ينضف الاوضه دلوقتي لو كنت عايزه.